لا يبدل القول لدى الله عز وجل. وما هو بظلام للعبيد؟
والامور اللي امرنا سيدي ربي سبحانه وتعالى باش نعاودها ونعاودوها وفي وسط الصلاه هي سوره الفاتحه 17 مره في وسط الفرض بلا التوافيل. بالقال عليه الصلاه والسلام: لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب. لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب. السوره الكريمه اللي حنايا تنقراوها ونرددوها خصنا نعرفوا المكانه ديالها، نعرفوا قيمتها، لان حيت نجيو الواقع ديالنا حاجه حيت تتكرر وتتولي عاده تتورث فينا البلده. العاده تورث البلده، تتولي معنى الا قلتي لشي واحد شنو هي الصوره اللي هي اللي زعما تتكررها ولا شي حاجه، الا كان غافل يقول لك انا الفاتحه انا تنقرا نعاود نقرا نعاود نقرا. ابو الاسود الدؤلي هذا من العلماء ديال المسلمين، دار النحو، دار البلاغه، خدم اللغه ديال القران واحد الخدمه لا مثيل لها. وحيت مات تشاف في المنام في واحد النعيم، قال لي اشنو الله بك؟ قال لي رحمني بسوره الفاتحه كنت نعلمها شي عقايزات عندنايا في الدوار، معنا باش نشوفوا القيمه ديال هذه الصوره هذه. ابو حنيفه النعمان من الائمه الاربعه الوليد ديالو حفظوا الفقه سوره الفاتحه، عطى واحد القطعه ديال الهضره فيها واحد العدد ديال الرؤوس، لان عرف شنو هي سوره الفاتحه. فلهذا ابدا الله عز وجل القران الكريم الكلام ديالو بسوره الفاتحه. انا شنو سوره الفاتحه شنو فيها؟ اولا وحنا سمعنا من الاخ ديالنا جزاه الله خيرا تستعذب الله عز وجل، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيدي ربي سبحانه وتعالى قالنا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. حيت تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما بقاش يتحكم في إبليس. ليش من هاد الشعر ديالك اللي قدام ولا حتى عاجبك؟ لا، علاش؟ لانك قلتي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حنا ما عرفناش هاد الكلمه هادي، هاد الجمله هادي، هاد الايه هادي، وهي ماشي ايه من القران، وانما علاش؟ لان ما دايرينهاش الصحابه في الكتابه ديال القران، ما كتبوهاش، ولكن تبداو بها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حين تبداو بها شنو معناتها اعوذ؟ شنو معناتها اعوذ؟ هي تستحرم سيد ربي سبحانه وتعالى، تنهرب عند سيد ربي سبحانه وتعالى. الانسان الضعيف حيت يخاف تيمشي لواحد الجهه قويه، انا تستحرم بالجهه القويه هي الله سبحانه وتعالى. من انا هارب؟ من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله. والناس حيت يبغيو ينطقوا ينطقوها بالذال ماشي بالدال، ما يقولش اعوذ، لان اعوذ معناها تنرجع، المعنى مغير. اعوذ تنهرب، تستحرم، تستاجر، تمشي نقول يا سيدي ربي انا مزوق فيك نجيني. كيفاش؟ لان الشيطان لعنه الله ديال الانس وديال الجن، اما ديال الجن ما تنشوفوش، عدو لنا. ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، انما يدعو حزبه ليكون من اصحاب السعير. وعلاش يغلبنا؟ إلا كنا ما محصنيش، ما تنشوفوش، هو تيشوفنا. وسيدي ربي قالنا: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. غادي تصعينا. فشنو قال لنا سيدي ربي؟ قال ليك سير تهرب لعند اللي هما ما تيشوفوش وهو تيشوفه. إلا كان اللي ما تيتشافش تيهرب اللي تيتشاف، فالله غادي يغلب كل شيء، لأنه لا يرى. إنك لم تراني. فما شافوا السيد موسى عليه السلام وغادي يشوفوا حتى شي واحد في الدنيا، وغادي يشوفوا إن شاء الله ربنا يوم القيامة في الجنة ديال الفردوس. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة، وجوه ناظرة معنى منورة إلى ربها ناظرة. فلهذا سيد ربي عطاني الدواء،
وحيد تيقول الانسان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم تيولي الشيطان لعنه الله صغير حقير حقير. ما تقوليش تاع عيسى ولا ولد الحرام ولا شي حاجه تيقول انا غلبته بالقوه ديالي، ولكن قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون، انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. لهذا هو بالاعتراف دياله قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وعباد الله المخلصين أي عمل تستعد فيه بالله من الشيطان الرجيم. علاش تسمى شيطان؟ جات هذه الكلمة من شاطونة، لأن هذا كلام عربية، شاطونة هي باعودة، وهذا بعدنا الرحمة ديال الله عز وجل، لأن هذا هو شيطان والشياطين كاين ديال الإنس وديال الجين. والله عز وجل قالنا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، واسمهم شياطين، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الشياطين ديال الإنس يتعاون مع الجن، مؤتمرات فحيت بغاو يقتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة النبوية، راح حضر الشيطان لعنه الله بالصورة ديال واحد الرجل شيباني بحال إلا جا من شي قبيلة، وحتى هو اللي عطاهم هذا هو اللي قيد، لأن واحد من دوك الكبار دوك سميتو دوك الكفار الكبار قالوا غادي نشدوا الشباب القوي اللي عندنا في كل قبيلة وغادي يقتلوه والدم غادي يتوزع على القبائل، وما كانش اللي قد يطالب حتى القبيلة ديال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال لهم إبليس على الله بزيادة ذكري، لأن كاع الآراء الآخرين تيقول لا 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 هو تيأيد. علاش؟ لأن الشياطين ديال الإنس تيبقى واحد الدرجة حتى تيولي الشيطان تبعه، فأتبعه الشيطان فأصبح من الغاوين. فلهذا حنا تنقولوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في الكتب اللي هو رجع ليهم غادي يطفشي شوية، واش غادي نقراوها في الصلوات ديال الفرد؟ واش غادي نديروها بالجهر ولا بالسر؟ واش غادي نقولوها كاع ولا ما نقولوهاش؟ هذا الامر حنايا غادي نمشيو مع الحوايج ساهلين على اساس اننا تنخاطبوا هذوك الناس بسيطين والخلافات ما عندنا ما نديروا بهم، وما دام واحد المساله تيكون فيها ري من الاراء معناها مولاها ما ضيعش، ما ضيعش مولاها الى دارها. فلهذا حنا تنقولوها نقولوها بالسكات في جميع الصلوات، لان الملكيه تيكرهوها كاع جميع الصلوات في الفرض وفي النفل نقولوها لهذا الشيء هذا اللي فيها ونتعلموها ونعلموها لوليداتنا. أعوذ بالله من الشيطان. كيف الصفة ديال الشيطان؟ الرجيم. الله عز وجل شنو الرجيم؟ مرجوم. إنا زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. رجوما فهو مرجوم وصفته رجيم، دائما مرجوم 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 باللعنة اللي تجي من الأفواه ديال المؤمنين كلها، من الله عز وجل مرجوم، من الملائكة مرجوم، فهو رجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتزيد بسم الله الرحمن الرحيم.